بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا وصفة كرات اللحمة مع اللبن. في عندنا هنا كيلو لحمة مفرومة، بصل وبقدونس معاها، طبعا اللي هي كفتة. وفي عندنا هنا 3 كاسات رز، مرقة الدجاج او ما فيش شيء بتحطوا ماجي مع شوية مي وشوية زيت وبقدونس. عندنا بيضة، 3 معالق سمنة، معلقة ونص بقسماط، وفي عندنا نشا معلقتين، وفي عندنا هنا شعيرية كاسة إلا ربع، وفي عندنا ثوم مقطع شي 6-7 فصوص ثوم مقطع، نص معلقة فلفل، معلقة صغيرة 7 بهارات، معلقة صغيرة كزبرة، وفي ملح معلقة صغيرة، وبودرة الثوم والبصل معلقة صغيرة. والآن منضيف اللحم المفرومة، معلقة السمن والبقسماط والنشا، ومنخلطهم مع بعض ومنبلش نكور في اللحمة. زي ما انتم شايفين حطينا معلقة سمنة من الماء اللي قلت لكم عنهم، مش قلت لكم 3 معالق، هم نحط واحدة منهم هون كاملة. زي ما انتم شايفين هنا خلينا بعضهم، وبعدنا عم نسوي في الجزء الثاني بس يستووا، بنحطهم هون كلياتهم بنرجع. والآن بنحط كل اللبن مع النشا والبيضة وبنخلطهم مع بعض. والآن زي ما انتم شايفين خلطنا اللبن والنشا والبيضة، البيضة طبعا اختيار يا جماعة. والآن يا جماعة زي ما انتم شايفين حطينا اللبن على النار الطنجرة على حرارة عالية، ومنضلنا نخلط فيه لغاية ما يغلى، وبعدين بنوطيه بنحطه على النار هادية، وبرضه بتضلكم تخلطوا فيه ضروري جدا يا جماعة عشان ما يفوت اللبن. وبس بلش يغلي بنحط عليه مرقة الدجاج، بنضلنا نخلط. زي ما انتم شايفين حطينا كرات اللحمة بالكامل كلياتهم، وبنتركهم على النار لمدة 10 دقائق على نار متوسطة لغاية ما يستوي تماما. والآن بدنا نعمل الرز. عندنا شعرية كاسة إلا ربع، ومعلقتين زيت، ونص معلقة سمنة، وبنقلبهم مع بعض لغاية ما يصير شكرة شوي. بس احمر بهالطريقة، يا سلام على الريحة يا جماعة. بصراحة 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 رز بدون شعرية مش زاكي، هذا بيطلع مش طبيعي الشعرية مع الرز. بعد ما نحط هدول 3 كاسات رز، بنحط مع كل كاسة رز كاسة وربع مية مغلية. زي ما انتم شايفين معلقة كبيرة ممسوحة ملح. زي ما انتم شايفين حطينا الرز المي مع الرز، وحطينا الملح وخلطناهم شوي مع بعضهم. زي ما انتم شايفين حتى اللي ما بعير المي للرز بحطه فوق الرز بشوية، وبتركه على النار لغاية ما يستوي تقريبا 10 دقائق لساعة. والآن حطينا المعلقة الأخيرة السمنة، ونحط معهم التومة زي ما انتم شايفين وشوية ملح، وبنخلطهم مع بعض. في ناس بحبوا يحطوا كزبره معاها، ما في مشكله، احنا بدنا نحط نعناع، النعناع احنا بنحبه اطيب من هذا، مشان في الاخير نحطه مع كرات اللحمه واللبن. زي ما انتم شايفين بعد ما التومه قد حط صار لونها شوي اشقر، بنديرها على اللبن كلياتها بالكامل. بعد ما خلطنا التومه مع كل الشوربه بنحط نعناع زي ما شايفين، ممكن تحطوا كزبره زي ما حكيت، في ناس بتحب الكزبره. تقريبا نص معلقه هاي حطينا عليها نعناع زي ما انتم شايفين، تقريبا نص معلقه. وهون زي ما انتم شايفين قلبناه شوي بعد ما استوى، سلام، اطيب رز مع الشعريه. في ناس بحبوا يحطوا مثلا معلقه سمنه حواليها هيك، وهاي النتيجه النهائيه، سلام. حطينا الرز وعليه شويه سنوبر ولوز، وصحتين وعافيه.